فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل العلويين يشعرون بمسؤوليتهم وأنهم سفراء وأن أخطاءهم محسوبة على غيرهم. يقول هذا العلويين هذا السادة هذا المسلم على كذا يشوه. والدين حق دين رحمة، الدعوة العلوية محبة، وإذا إنسان أخذ تصرف خاطئ يعتبر بعد ذلك أساء إلى الطريقة، أساء إلى شجرة العلويين، أساء إلى الإسلام كله. فنسأل الله التوفيق لمن يحبه ويرضاه. السلام عليكم حبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سامحتم يا حبيب، ماذا استجابتكم حول منظمة رابطة علوية خاصة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله يسر الله لنا زيارة هذه الأرض المباركة، أرض إندونيسيا، ووجدنا فيها ما يفرح القلب ويسر الفؤاد. وجدنا فيها كثير من المميزات التي امتاز بها هذه البلدة، ورأينا الأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة، وفي أهلها حب الخير وحب الذكر والهدوء والتعايش بسلام بين المسلمين وغيرهم. فهي أرض مباركة أنعم الله عليها بنعم كثيرة، نعم حسية ومعنوية. فبالنعم الحسية الخضرة والأمطار والأنهار، هذه لا توجد في كثير من البلدان. وكذلك أهلها أهل طيبين، فيهم سكينة ووقار، والمسلمون منهم تذكر إذا رأيتهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا يتخاطبون بأدب، يمشون بأدب، يفرحون بالضيف، يستمعون ويعظمون العلم ويعظمون مجالس الذكر. فوجدناها أرض ما شاء الله في كافة المناطق التي زرناها أرض مباركة. نسأل الله أن يحفظ عليها هذه الخصوصية ونجعلها أمن وأمان دائما، ونصرف عنها المشاكل والفتن والمحن والزلازل والفيضانات والسونامي، وإن شاء الله يزيدها من الخير والبركة والسعادة، ولا يكون فيها إلا إن شاء الله كل أمن ورخاء واستقرار بإذن الله. لو استقررتم، ماذا استجابتكم حول منظمة رابطة علوية خاصة؟ وكذلك زرنا في هذا اليوم هذا المكان المبارك والكيان المعظم، وهو رابطة العلويين. ما معنى رابطة العلويين؟ يعني أنه يجدد الارتباط بين الأسرة العلوية. من هم العلويون؟ العلويون هم أولاد المهاجر لله أحمد بن عيسى. من هو المهاجر؟ المهاجر لله أحمد بن عيسى النقيب بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي العريضي بن زين العابدين بن علي بن أبي طالب بن الحسين بن علي بن أبي طالب. هؤلاء كانوا في العراق، المهاجر الله هاجر من العراق إلى حضرموت في القرن الرابع إلى الهجرين، ثم ذهب إلى الحسيسة، ثم تفرعت منه الذرية المباركة الذين قال الله عنهم إن أعطيناك الكوثر والكوثر الذرية المباركة. وكلهم مشغولون بالعلم والدعوة، وكلهم أولياء وصالحون، وانتشروا في مشارق الأرض ومغاربها، وكان الإندونيسيا حظ منهم من بداية من القرن تقريبا الخامس، وهم يتوافدون الدفعة بعد الدفعة إلى أندونيسيا، وحتى دخل في دعوتهم الملايين إلى الإسلام في أندونيسيا وفي غير أندونيسيا. هؤلاء العلويون عندهم إحساس بمهمة ومسؤولية، وطريقتهم قائمة على العلم والعمل والورع والخوف والإخلاص، فهم مع القرآن في قرن لن يتفرق حتى يرد على النبي العوم. هؤلاء حيث ما وجدوا فيهم نفع، وملهمون يكمل بعضهم بعض ويقوموا بالأسباب في تأدية رسالتهم. رسالتهم هم سفراء عن جدهم صلى الله عليه وسلم عليه وعلى، وسفراء عن الإسلام. رسالتهم ما فيه صلاح البشرية، ما فيه صلاح الإنسانية، ليس فيهم عنف، ليس فيهم قتال، ليس فيهم إرهاب، ليس فيهم تكفير، ليس فيهم تفجير، ليس فيهم خروج على الحاكم. هؤلاء جدهم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي كسر السيف، يعني زي ما كان سلاح في ذلك الزمان السيوف، قال ما نحن لا نريد سيف، نريد القلم والعلم، نجاهد الجهل ونحرر الناس من الجهل، نخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام.
ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعادة الدنيا والآخرة. كان موجودين في إندونيسيا كما موجود في أي مكان، كذلك ألهم الله أفراد من العلويين في 1918 تقريبا أو 28 في هذه البلدة أسسوا الرابطة قبل تقريبا 100 سنة. الرابطة هذه ما معنى الرابطة؟ يعني تهتم بأمورهم، تجمع شملهم، تتابعهم، تتولى أمر الأيتام وأمر الأرامل وحتى أمر العجزة كبار السن، ويكون لها كولي أمر للعلويين. ليست منافسة للحكومة ولا منافسة للسلطة، وإنما لخدمة الأسرة هذه المباركة لكي تؤدي، وخدمة غيرها من المسلمين، وربما غيرها من الإنسانية غير المسلمين، مصدر نفع. فلكي يتم الأمر كله من كل جانب لازم يكون في رابطة. هذه الرابطة تقوم على تيسير الأسباب، ويكون لها كيان، يكون لها صندوق مال، وهم أكثر مؤسسين من التجار. فاستطاع الدعاء أن يدعو إلى الله وحفظوا النسب، وثقت الأنساب وسجلت أسماءهم حتى لا تتداخل الأنساب. وإذا وجد الحضرمي السيد العلوي أن في هناك كيان باسمه يشعر بمسؤوليته ويقوم بالواجب عليه ويرتبط بها، فهو كيان مبارك ويؤتي ثمار وسيؤتي ثمار. وأسسه رجال كبار، ومن ضمن المؤسسين والداعمين الحبيب علوي بن طاهر الحداد، عالم كبير لا يوجد له نظير في زمانه، ولي من الأولياء الصالحين، أمله نفع عظيم مبارك. فالحمد لله هذا كله يحقق معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم عليه وعاله، الذي قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بأهل بيتي، ثم قال فإن اللطيف الخبير أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يريد علي الحوض. ممن الكلام والله خبرني يا محمد ذريتك والمنتسبين إليك سيظلا مع القرآن في قرن لن يفترقا. ففي القرآن ينشر القرآن وعلوم القرآن، ويجمع أمة القرآن، وينشر المحبة والرحمة والألفة بين أهل الدعوة، بل بهم أنقذ الله ناس من الظلمات إلى النور، بهم أخرج الله ناس من الشرك للدين، وهم نفع كامل لا يوجد فيهم عنف أبدا، ولا يتمنون الخير للغير، ولا عندهم من ضمن يضمى ومن جاع. فهم يقوموا بمسؤولية رحمة، لأن الغاية التي من أجلها أرسل نبينا وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، لماذا الغاية؟ لماذا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قال العرب ولا للمسلمين، للعالمين. فهم يؤدوا رسالة الرحمة للعالمين بدعوتهم، باهتمامهم، بتفقدهم، ببناء مراكز الأيتام، ببناء مراكز الأرامل، بدعم المحتاجين في مثل ما تقوم به هذه الرابطة. رسال الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، وأن تدي ثمارها، وأن تزداد إن شاء الله من ثمار الخير والبركة. يا حبيب، أفيدنا نصيحة للاستمساك بالطريقة العلوية وبنشره. ما شاء الله، الطريقة العلوية ليست طريقة خاصة ولا حصرية، هي طريقة إسلامية وهي مهمات إسلامية، والمنتسبون العلويين يعني الواجب عليهم أكثر، لا لأجل أن يترفعوا على الآخر ولا يتكبروا ولا شيء، ومن والاهم أحبهم صار مثلهم، وهم أكثر خلق الله تواضعا وأكثر خلق الله نفع. ويتذكرون قول صلى الله عليه وسلم عندما جمع بني هاشم وبني المطلب وفاطمة الزهراء، فقال اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني هاشم، يا بني المطلب، يا فاطمة الزهراء، لا يأتي الناس بالدين وتأتوني بالدنيا تحملون على ظهوركم. فمن كان من العلويين عليه أن يجتهد، أن يسعى، أن يمشي أبائه وأجداده، سواء كان متفرغ العلم أو كان تاجر أو كان سياسي أو كان عامل أو كان موظف حكومي أو في أي مجال، أو حتى رياضي في كرة القدم أو في أي مجال، هذه لا بد منها. لكن الخلق العلوي والمهام العلوية التي تتمثل فيها الأخلاق الإسلامية،
أوصيكم بأن تعرفوا كلكم أيها العلويون والمسلمون عامة بس العلوي خاصة أنكم سفراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسفراء لآل بيع علوي منهم آل بيع علوي المنتسبون إلى عبيد الله بن علوي بن عبيد الله بن مهاجر الله بن عيسى هذا العلويين فأنتم سفراء تمثلوا أخلاقهم وسيرتهم وتبلغون عنهم ومحسوبون عليهم ولكم مهام أن تقوموا بها أب يتلقى عن أبيه وهكذا فيلك من آباء كرام وأجدادي فالأوصية لي ولغيري أن نمشي على منهج أسلافنا الصالحين من الاهتمام بالعلم وبالعمل وبالورع وبالخوف وبالإخلاص والعلويون بشكل عام في كل زمان وفي كل مكان لهم ثلاث وظائف منهم من هو مع الكتاب ومنهم من هو مع المحراب ومنهم الأكثر مع الآداب فمع الكتاب الدعاء العلماء في كل عصر وفي كل زمان دعاء العلويين يدعون إلى الله فهم مع الكتاب يعني مع العلم العلم طريقتهم منهجهم ونفعوا الناس بالعلم وأنار الله لهم الطريق وأنار لغيرهم الطريق ومنهم من هو في المحراب بالعبادة ببركته بدعائه ينشط الداعي رب متحرك في بركة ساكت ورب متكلم في بركة ساكت والثالث عملهم كلهم الآداب الأخلاق الإسلامية الآداب أدب مع الله أدب مع الرسول أدب مع القرآن أدب مع الأب مع الأم مع الأولاد مع الجيران مع المسلمين مع البشرية كلها هذه آداب العلويين هم للمحراب وهم أول للكتاب ثم للمحراب ثم للآداب فمن لم يكن مع الكتاب ولا مع المحراب ولا مع الآداب يعتبرونه من الدواب بهيمة فالأمر يسير على من يسره الله عليه من شعر بالمسؤولية ويمشي ومن لم يمشي في هذا سيندم من لا قال علي بن محمد الحبشي من لا سلك في طريقه لتهيم وضاع فالفروع الزكية دوموا على الاتباع خلوا القدم بالقدم محاذروا الابتداع ويقول آخر من تردى برداء ما تردى فيها به سوف يأتيه زمان يتمنى الموت فيه سيدنا إبراهيم عندما سأل من الله أن يكون ذريته دعاء على منهجه فقال الله لا ينال عهد الظالمين يعني من كان مثلك ومتابعا لك عهدي له وهو معك ومرتبط بك وهو محل عنايتي ومن ظلم نفسه بترك ما وظف لأجله بترك ما خلق لأجله بترك ما عين عليه أن يقوم به فهو ظالم لا ينال العهد فلا ينفع الانتساب إلى العلويين إلا بالمتابعة فالمتابعة بسيطة من لم يكن عالم فليكن عابد من كان طبعه البلادة فعليه بالعبادة ومن كان له فهم وقاد فالعلم له منقاد من لم يكن عالم عنده فهم بليد يشتغل بالعبادة يذكر يصلي يسبح ها خير كبير يفرح الإنسان لما يشوف العابد يروح الهم والحزن ومن لم يكن ما عنده منتفع بالعبادة ولا عنده علم آداب في أي مجال كان آداب لأنها روح الإسلام وهي ميراث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي غاية من بعث رحمه العالمين وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فمكارم الأخلاق هي ميراث المصطفى الأخلاق المعاملة الدين المعاملة فبالمعاملة الحسنة ننتشر الإسلام في هذه البلدة وفي غيرها لم ننتشر بالسيف ولا بالقوة ولا بالكلام فقط كان أكثر من دخل يشوف المعاملة الصدق الوفاء التواضع فيقول أي دين يحث على هذا يدخل بعدين في هذا الإسلام فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل العلويين يشعروا بمسؤوليتهم وأنهم سفراء وأن أخطاءهم محسوبة على غيرهم فيقول هذا العلويين هذا السادة هذا المسلم على كذا يشوه والدين حق دين رحمة الدعوة العلوية محبة وإذا إنسان أخذ تصرف خاطئ يعتبر بعد ذلك أساء إلى الطريقة أساء إلى شجرة العلويين أساء إلى الإسلام كله فنسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه لو سمحتم كيف نستجيب ونصف أصح الوصف لمقابلة البدع البدع ما هي البدع البدعة ما أحدث في الدين على غير مثال سابق بكل مثال سابق والنبي حذر من البدع
والبدع هي تنقسم خمسة أقسام كما معروف عند العلماء والإمام النووي وكلهم بينوها وابن عبد السلام. بدعة واجبة، بدعة حسنة، بدعة سيئة، بدعة مكروهة، بدعة مباحة محرمة. فلا بد هذه لا فيها محاضرة، نسأل العلماء. فبعض لهم نص علم، قسم ظاهر الأمة نص عالم، فيعتبر شيء يفند في عقله أنه بدعة وهو ليس بدعة، وتوسع في الخير. فالبدع حذر النبي منها، هي الخارجة عن الدين. أما ما كان منطوي تحت الدين وفي الدين فهي ليس بدعة سيئة، تكون بدعة حسنة. فالحمد لله أوجد الله لنا علماء أهل الذكر. قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن عنده إشكال يسأل. ما شاء الله علماء في هذه البلدة وعلماء في غيرها، ووسائل التواصل موجودة. ومع هذا في ناس مبتدعون، وفي ناس مرضى، وفي ناس النبي أخبر عنهم يكفرون المسلمين. والاختلاف بين الأمة رحمة، ولكن البعض يصمم أن رأيه هو الحق ورأي غيره هو الباطل، فيحارب الإسلام ويحارب السنن وينهى الناس عن الخير بحجة أنه لا يريد البدعة. نرجع إلى أهل العلم والاختصاص. قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وحيسر الله وسائل التواصل، يستطيع الإنسان أن يسأل وأن يستفيد. الذي يطلب الحق يعرف الحق، لا يستعجل، لا يستعجل في إصدار الأحكام، لا يفتي إلا من هو متخصص الفتياء. ثم ما هي البدعة التي هي منكر؟ هذه منها أنية، أما فيها عبادة وذكر وخير وصلاة يأتي بها الإنسان. إن الله قال يا أيها الذين آمنوا أركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، إيش باقي؟ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالصلاة على النبي خير، وذكر الله خير، وتجمع الأحباب والإخوان لسماع الموعظة خير، والنشيد في مدح النبي خير. وكل هذا ضامن تأيه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. المشكلة أن قليل المعرفة وقليل العلم، والذي لا يريد أن يفهم يعني مشكلة يؤذي المسلمين. وإلا الحق واضح، نسأل الله التوفيق ما يحب ورضاه، وأوجد الله علماء ممكن نرجع إليهم إذا أشكل علينا شيء. تفيدنا موعظة مختتمة مروعة للمسلمين عام وللعلويين خاصة. لو تأمل الناس آية من كتاب الله لكفتهم، وكفى بالقرآن واعظا. والحمد لله رب العالمين، جعل الله أسباب الانتفاع والاتعاظ الاستماع بإنصات. ومن كان عنده إيمان إذا سمع لازم يستفيد. قال الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فما دام مؤمن لابد ينتفع. وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ليخاف، وسيجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى، يعني عن الموعظة. فكان صلى الله وسلم عليه وعلى آله جالسا في مجلس علم ذكر، أقبل ثلاثة، واحد شاف مكان فارغ دخل جلس، الثاني استحى أن يتخطى جلس في الأخير، الثالث قال كل يوم نسمع وكل يوم نسمع أبغى مشى. بعد ما كمل صلى الله وسلم عليه وعلى آله قال أخبركم عن الثلاثة الذي مضوا. الأول آوى إلى الله فآواه الله لا يعذبه. الثاني استحى، استحى من الله فاستحى الله، فاستحى الله أن يعذبه فاستحى الله منه. الثالث أعرض فأعرض عنه الله. فمن سمع الموعظة وتذكر واتعظ انتفع، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالخير في الاستماع. ونقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا سمعنا وأطعنا. اليهود قالوا سيدنا موسى سمعنا وعصينا، قال ادخل الباب سجدا ما نبغى، خرجوا للوراء يرجعوا وراء، قال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا ما نبغى، رجعوا كذا ريوس يرجع وراء يقول حبب في خردة حبب في خردة حبب في خردة، يعني معاكسين. فالذي يسمع ولا يعمل يقول بلسان حاله سمعنا وعصينا، وعنده عرق يهودي. المؤمنون
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا، فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله. وكل موعظة هدية يسألك الله عنها. قال صلى الله وسلم عليه وعلى آله: أيما عبد جاءته موعظة من الله فهي نعمة أنعم الله عليها بها، وهدية أهداها الله إليه، فإن قبلها وعمل بها فبها نعمة، وإنما نسيها وأهملها رجعت حجة يسأله الله عنها يوم القيامة. فنسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا تذكروا. وبعضهم قال الله عنهم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قزورة، كالحمير الوحشي لما تفر الأسد إذا يسمع النصيحة ما يبغى، يعيش تبع هواه، عبد شهوته، عبد نفسه، كسيل، لا يعمل شيء. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أحي قلوبهم بأنوار معرفتك، واجعلنا ممن تحبهم ويحبونك، واجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وممن يقول سمعنا وأطعنا بلسان الحال وبلسان المقال. واغفر اللهم ذنوبنا واسترعنا وبارك في هذه أندونيسيا وفي أهلها، ونسألك اللهم بمحفظتك وكرمك أن تألف بين قلوبهم وأن تزيل المشاكل وما بصائب عنهم وسائر بلاد المسلمين. ألف أصلح أمة محمد يا رب، أنصر أمة محمد يا رب، فرج أمة محمد يا رب، فرج عن إخوان المسلمين في غزة فرجا عاجلا يا كريم يا رحيم، وهيئ أمة محمد أمر رشد يعز فيها للطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية ويجاهد في سبيلك حق الجهاد. ونسألك اللهم بمحفظتك وكرمك وامتنانك أن توقظ المسلمين من سنة الغفلة، وأن تجعلنا مصدر رحمة ومحبة وخير لكل أحد، لمسلم وغير مسلم. وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.